يشرف المنسق على الفئات السنية محمد فرج مفتاح العبد الله يقدم درع تذكاري تقديرا لعمل واجتهاد اخر اخونا ومدربنا اللي راح نفتقده خلال المرحله القادمه الكابتن ابو علام. اي والله العظيم يعني انا فوت 5 سنوات هنا يعني الحمد لله ما يعني كنت شغل يعني في بلدي ما كنتش يعني ما كنتش نحس روحي يعني اجنبي ولا وكثر خير البلد هذه وان شاء الله يعني نتمنى كل الخير لفريق الجيش في السنيه ولا البراعم ولا يعني نتمنى لهم كل الخير ان شاء الله.